التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات مستمرة والاندفاعات في هذا الصباح المتميز من خلال انطلاقة هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل في تنافس متميز. هنا يحتضن هذا الميدان ميدان سيف العرب بانطلاقاته الصباحية الرائعة والمتميزة والسلسة على أيضا مسار الأربعة كيلومترات. نسير مشاهدينا الكرام من خلال الجولة الثانية الخاصة بالأبكار المحليات اللقاية الأصايل والمسافة 4 كيلومترات. نبدأ مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط، نتابع المقدمة اللي الذابح على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يأتينا سعيد بن عيسى بن سعيد بن محمد العويسي يقدم لنا اللي الذابح على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أما المركز الثاني ثاني المراكز مخيفة، خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة يأتينا مع المركز الثاني، والشاهنية مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمداء بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد بن غدير في عملية تضميرها وتدريبها. ورابع المراكز المركز الرابع الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير والتضمير. والمركز الخامس هناك بشعار عتيبة بن سالم وخلفان النايلي الشامسي من الجانب الآخر يتقدم مشاهدينا الكرام مع وصفة، وصفة تتقدم من الجانب الآخر على المركز الخامس. أما المركز السادس هناك الشاهنية لسمو الشيخ حمداء بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير على سادس المراكز. والمركز السابع سابع المراكز هناك أيضا تأتينا فيه الريف محمد بن سلطان بن رشيد السويدي يأتينا ويقدم فيه الريف من خلال هذا التحدي على المركز السابع. والمركز الثامن ثامن المراكز هناك الجزيرة عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي يأتينا مع الجزيرة على المركز الثامن. والمركز التاسع تاسع المراكز من الجانب الآخر مشاهدينا الكرام، متابع المركز التاسع هناك أيضا تتقدم من خلاله هناك الشاهنية مسلم بن سليم بن شويرب العامري مع المركز التاسع. والمركز العاشر عشر المراكز عبد الواحد بن خزاع بن عثة العامري على المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة والمتحدية في هذا الأداء الرائع وفي هذا التحدي المتميز. نعود مع البداية نتابع الصدارة الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الينيبي من يقودها في عملية تضميره وتدريبه من خلال هذا المسار، واللي الذابح على المركز الثاني عيسى بن محمد بن هناك عيسى بن سعيد بن محمد العويسي مع المركز الثاني. والمركز الثالث الشاهنية لسمو الشيخ حمداء بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن راشد بن غدير ومخيفة على المركز الرابع خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة. أما المركز الخامس خامس المراكز تتقدم من خلاله الجزيرة عنان بن علي بن محمد الموتر. يا سلام يا سلام، وصل الموتر من خلال الجزيرة، وأيضا تتسلل مشاهدينا الكرام تسلل ملحوظ الموس. ومن الجانب الآخر هناك الشاهنية مسلم بن سليم بن شويرب العامري مع المركز الخامس. يا سلام، هكذا النتيجة للخماسية الماسية التي تنطلق بناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الجزيرة اللي غيرت البداية اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. الجزيرة عنان بن علي بن محمد الموتر يقدم لنا الجزيرة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ثانية المراكز الشانية لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير والتدريب. وثالث المراكز هناك اليذابة عيسى بن سعيد بن محمد العويسي مع المركز الثالث. والمركز الرابع يا سلام من الجانب الآخر الشاهنية لسمو الشيخ حمداء بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير تتسلل إلى المركز الثالث. والمركز الرابع الشاهنية لسمو الشيخ حمداء بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب وقدوم تأثير سالم بن محمد بن سالم العامر يتقدم بأول ندى في هذا التحدي الرائع. ولكن نعود مع الجزيرة مع لوحة الكيلومتر الأخير مع الجزيرة على المركز الأول، وبن دري من الجانب الآخر يتقدم مشاهدينا الكرام مع طواري أحمد بن عتيق
أم هناك بن دري من الجانب الآخر، هناك دانات سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، ولكن شوف الأداء الرائع. هناك هدو محسن بن مبارك بن سبيع الوهيبي، يا سلام يا بن الوهيبي، يا سلام يا بن سبيع، تسلل من عمق الميدان يا سلوم روح يا الوهيبي مع البداية. ودانات على المركز الثاني، دانات على ثاني المراكز، سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي مع المركز الثاني، والشاهنية أيضا القادمة بكل قوة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب، ولكن قفلها الوهيبي، قفلها بن سبيع إلى الأبيض إلى الأبيض إلى بدية، يا سلام إلى بدية. الله المركز الأول هدو، والشوط ما في هدو يا الوهيبي. محسن بن مبارك بن سبيع الوهيبي، صباح الخير يا هالي بدية كافة، واسعد الله صباحكم من هنا من أيضا ميدان سيف العرب إلى هالي بدية كافة في السلطنة في السلطنة. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الرائع من خلال هدو محسن بن مبارك بن سبيع الوهيبي، تهانينا والناموس على فوز هدو بالمركز الأول، تهانينا وناموس. أما المركز الثاني، المركز الثاني تأتينا الشارقة ناصر بن حمد بن سيل بن عويضة الخيالي، والمركز الثالث كانت فيها أيضا المركز الثالث بن شاهين هلال بن مبارك بن طماطم العفاري. التوقيت الزمني 6:15، هو التوقيت هدو محسن بن سبيع الوهيبي، تهانينا والناموس وصباح الخير يا هالي بدي.